انا حلوه كويسه حلوه يا مو. انت يا بنت التلفزيون، التلفزيون يا بنت، استوري نفسك، استوري نفسك هتشوفني. تاني استنى بقى يا سيد، ما تمسك عدل يا سيد. ده ايه الجوازه الغريبه دي؟ جوازه سودا اقسم بالله. دي مش عارفه يا عم. دي يا حبيبي دي نص، خلاص سيبها كده نص. والله ما عارفه تقوم بجد. طب فين بقيتها؟ والله ما عارفه تقوم بجد. ثلاثه هوبا. الحمد لله. ايه ده؟ كنت اطول من كده. ده بيعمل كل ده. ده ما هو انت بيقول لك تعرف فلان ما عرفوش، بس لما بتعاشره بتكتشفه وبتعرفه. انت اكتشفت اهو المقاس. يلا الحمد لله، الحمد لله على كل حال. الحمد لله. ايه بس انت مش ندمان؟ ما بصراحه ندمان، بس هو كله اجمع ان لما بحطها في الميه يومين بتنفش. اوه بتنفش. زي عارف انا كان عندي ضفدعه كده برضه. أيوه. صغيره كنت حطها برضه، لقيتها اللي بيضاع على الرصيف. ايوه ما دي جايبه من على الرصيف. من على الرصيف، من على الرصيف يا سيد. وصلت ضفدع ده، انتوا وصلتوا لي بقى اللي انا مش عاوزه اوصل له. جايب لي تاج، ده انا جايبها بعمل اعلان سمنه. ويا ريت ويا ريت راكب في دماغه ما بيزفلط وبلبسه انا في الاخر. انا اقول لك ايه طيب؟ بقول لك ايه يا سيد؟ ايوه والله العظيم، والله العظيم يا سيد. في اتقلاها طرحه؟ ايه؟ استنى كده ما بتتقلعش. ايه دي؟ يلا هي بتبقى ادام. دي شرشحه. شرشحه. انا بقى هوريك يا سيد يا دقلاجه. ايه ده؟ بتعملها معايا الكلام ده؟ والله العظيم اقلع عملته هفضحها. هفضحك يا سيد يا دقلاجه. نزلي يا مدام، نزلي يا مدام. لا استنى يا استاذه، خليها تقلع. إيه لو انت فاكره هتضايق، على الاقل هنعرف التكوين الحقيقي لكائن البرد. التكوين الحقيقي لكائن البرد. كائن البرد يا سيد دقلاجه. هترتاح لك هنا. الحمد لله حاجه جابت اهي. الحمد لله. اجري بقى. ايه هجري؟ يلا بينا اهو. ايه ده؟ ايه ده؟